إسرائيل ولقد متعناهم وعباهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها ورسيا وأن تبيد بكم من كل وبس فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله ماذا أروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة ونشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يئسه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن شرك لظلم عظيم فوصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنا أشكر لي والوالديك إلي المصير وإلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت العميل
Inna ankara la suatu la sautu la amin. Alam taraw anna la sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Wa minan nasi man yujadil fil lahi ma anzala allahu qalu bal natabi'u ma wajadna liyabana. Awalau kana syaitanu yad'uhum anna syaitanu yad'uhum ila adhabis sa'ir. Wa man yuslim waj'allahu ila Allahi wa huwa muhsinun فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فعليه ولا يحزنك كفره إلينا مرجعكم مرجعهم فننبئهم بما كنتم تعملون إن الله عليم بذات الصدور. Numattiuhum qalilan summa nartaruhum ila adhabin ghalidh. Wa la'in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh layaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Alhamdulillahi bal aktsarum la ya'lamun illallahi ma fis samawati wal ardi innallahu wal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu wal baru yamuddu min ba'di sab'ati aburin ma nafidat kalimatullah. قم ولا باسكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ اللَّهَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ولا يغرنكم بالله الغرور.
Inna Allah indahu ilmu saati wa yunanzil aisa wa ya'lamna fil aram wa ma tadri nafsun madha taksibu adda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Inna Allah alimun khabir Sadaqallahul azim Jazallah Syekh Yahya jak bi fadli hadha al-Qur'an al-mubarak satu Luqman wa kama atamanna an taqul la ma'a Allah radakum wa la ra'aykum ma'a khabrin wa ma 'alaina an naqra al-Qur'an al-karim alladhi la yamsuhu illa al-mutahharun Amir al-Faraka Aiba ila ba'un wasil